الكلاس بدك حتجننيني انتي حتجلطيني. راح اقوم انا افتح امري لالله. مساء الخير ابتهاء. اهلين حبيبتي، مساء الخير. سهراني؟ لك تفضلي. كيفك يا ريم؟ منيحة. جاي تسهري عنا؟ فنجان قهوة على الماشي. الله يخليك سهري عنا، ابوكي ما بيحكي شيء. وان شاء الله انت بدك تضلي سهرانة؟ طبعا، ما بنام لانعس. وامتى بتنعسي؟ بعد ما يخلص المسلسل. بس ما بيصير هيك يا ريم. لو شفتي البطل شو عمل بحبيبته، كان رح يجلطها. ريم، قومي جيبي لي كاس مي حبيبتي، الله يرضى عليك. ريم بتحبك وبتسمع كلمتك، من شان الله عم بتعذبني عذاب الحرمية. ولا يهمك، ريم عندي. بس لا تقلي لها هلا، لأنه إذا قلتي لها هلا بدها تعرف إنه أنا قلت لك، وساعتها ما رح أخلص من لسانها، فهمتي علي؟ ولا يهمك، ولا يهمك، خلص. شو عم تقلي لها؟ أنا عم بقول لها حبيبتي، أمك اتصلت فيك. وشوشة؟ تفضلي كاسة المي. تسلموا إيديكي من إيد ما نعدمة. شو؟ شايفتك ما شفتي؟ ما جلس عطشانة؟ بلا، عطشانة وعطشانة كثير. وها؟ كيف هون؟ مرحبا برجي. مرحبا. قلت لك إنه أبي عارف إنه إحنا مو موظفين؟ إيه طبعاً لازم يعرف. مو بيشتغل بالمخابرات؟ وعرف كمان اني شاري الهدية تبع البيت كاش مو تقسيط. ايه وشو يعني؟ وانك انت اللي عاطيني المصاري. كمان عادي. ايه بس مو عادي انه يشوف ابوك بكره. ابي؟ ابي شو دخله؟ قال بده يتاكد اذا ابوك عاطيك المصاري مشان تعطيني اياه ولا لا. يا حبيبي. على اساس اخذهم لتدفعهم للجمعية الخيرية. كمان. مازي؟ عم تعقدها كثير انت هيك ها؟ وما لقيت غيري تلزقه بهالشغلة؟ إذا نقني طلع اسمك على لساني شو أعمل؟ خيو مالنا غير أمها تحل لنا إياها، مو هي الوحيدة بتعطيك مصاري لما بننزني؟ هذا إذا بده يشوف أمي مو أبي لعم على القصة. طلبوا لنا فنجانين قهوة خلينا نروق. أنا رح جيبهم، هسا بتبلونا بكل شغلة، زنقني وزنقني. فاروق هلا بنشرب فنجان قهوة. والشاب التوتي بلاقي لك حل، لأبوك وأبوك. إيه أبوك على أبوك. لعاب لعاب. يلا. شو لسه ما قمت من التخت؟ لك هلا بتتاخر على الوظيفه. تركيني مبسوط يا مره، هي اول ليله بتمر علي ما بتجيني هذيك النغزه. الظاهر الادويه والابر اللي وصف لي اياهم الدكتور امبارح جابوا نتيجه. على قد ما دعيت لك. لك ان شاء الله بتسلمي لي يا مرضيه. شوفها اذا مشي الحال وطابت هالركبه يبعث لي حمى ان شاء الله. بدك تذبح خروفه. لك شو خروف، والله اذا ذبحت عجل قليل. معناته قديش هالدكتور شاطر؟ اي والله شاطر. لك شاب صغير يعني، اذا ما كان قد مازن اكبر منه بشي سنتين ثلاثه. على فكره مازن امبارح بالليل امتى رجع البيت؟ بعيوني بعيوني، انت نمت من هون هو فات على البيت من هون. ها الشعره، انا نمت من هون هو اجى من هون. ما تزعل مني ابو مازن، انت كتير عم تقسى على الولد، يعني معقول تاخذ منه السياره وتحطها بالمرقاب؟ السياره مفسدته مثل ما قالت جمانة. بعدين بكره اذا طابت ركبتي ما بدي ارجع سوقها، ولا فرزوا لي اياها الي مشان افرزها لابني. بتعرفي مازن، طالما دعويك مستجابه ليش ما بتدعي لمازن الله يهديه وينور بصيرته؟ ساعتها لاشتري لكم سياره بتسوقيها انت ومازن وجمانة كمان. روح الله يعطيك على هوانيتك. يلا تقبرني، هلا ببرد الشاي. يلا لك يخلي لي اياك يا رب. الله، معقول شو حلوه هالبنت؟ Thank you.
انسي ناديا، اسف اني رعبتك. انت ما بتعرفيني وانا ما بعرفك، بس الشيء المشترك الوحيد بيناتنا هو انه انا الي اخت قدك وبخاف عليها. انا سمعت انه في شاب عم يتعرض لك كل يوم ومعه سياره، وهذا الشاب بدريد كمان انه ناوي يخطفك. ما تخافي، هو هيك مفكر، بس فشت عينه حتى ما تعطيه فرصه ينفذ اللي براسه. لا بقى تطلعي لحالك من البيت، يا بتمشي مع رفقاتك يا بتمشي مع حدا من اهلك، خاصه بهالوقت. وعملي جهدك لما تطلع من المدرسة كمان انك ما تمشي لحالك بالطريق، بهالحالة ما بيقدر يقرب صوبي. هو قال لك انه انا ما بعرف شكله حتى، رفيقه دري وخبرني، بس لقيت من واجبي اني حذرك، لانه انا ضد عقلي هيك بني ادمي. ونصيحة، اذا ضايقك مرة تانية خبري الشرطة. انا اسف اني نزعت لك صباحي. بالعكس، شكرا كتير لك. خاطرك. عمى هذا السوق محلاته كثيره، واكيد في اكثر من واحد اسمه ابو عماد. لك طالما غياس اسمه غياس النطور، ايه؟ معناتها بنسال عن ابو عماد النطور، لابد ما حدا يعرفه بالسوق هون. صح، روح جرب. اخ يا وصال، اخ كرهان حياتي، كرهان البيت. أشرف الله يخليك، لا تخلي هذا الموضوع يأثر على دراستك. سنة التخرج أستاذ، ولا شو غيرت رأيك مثلا؟ لك أنا عم بستحمل كل هالشي مشانك، ماني مصدق إمتى أتخرج وأخلص بقى، لأنه أهلك ما رح يقبلوني بدون شهادة. ما منتجوز لأتخرج أنا كمان. يا ستي، اللي صبر 4 سنين بيصبر سنة تانية. بس عن جد أشرف، شيل المزح، أنت لازم تلاقي حل لمشكلتك مع مرت أبوك، شئت أم أبيت. مالك شايف هذا الموضوع قد عم يأثر على دراستك؟ بتعرفي شو؟ عم قول أوقات حط إدم من طين وإدم من عجين، وأوقات عم قول يا ولد عود مع أبوك وحكي له كل شيء واللي بده يصير يصير. طيب هلأ أنك تطنش الموضوع وتسكر أدانك واضح أنك ما عم تقدر. شو الحل؟ الحل أنك بتحط أبوك وبتقعد تحكي له كل شيء. احكي معه يا أخي، وبس تشوفه ما تجاوب معك خلاص سكروا على الموضوع، وبتفهموا ما يفتح سيرة لمرته مشان ما تعلقك هي التانية. يعني حبيبي يعني شو؟ أمران إحنا هما مر. قوم يلا ساتوا على الخام. وهي سيدي لقيت لك محله. وشو الفايدة إذا صار له 5 أيام ما داوم وما حدا بيعرف بيته؟ بس قالونا بكرة ممكن يداوم. وبلكي ما داوم يا سيدي، لا حصل لك إنه بيعرفوا بيته بس ما بدنا يدلونا. نحن مو بحجتهم لأنه عرفنا وين بيشتغل. أيوة، يعني قولتك قربت ايدي على خوانيو؟ قربت كتير. يا عين عليك، روح. سلامات. السيد عبدو مارديني صاحب المحل موجود؟ ايه تفضل، موجود. سهلا سيد عبدو مارديني، زينك؟ اهلا وسهلا. ممكن اخذ وقتك دقيقتين؟ خذ 10، تفضل ارتاح. اهلا وسهلا. انا اسامه معروف، ابو مازن. تشرفنا. اهلا وسهلا. ابني مازن بيكون رفيقه لابنك موفق. مازن؟ ايه بعرفه منيح، ونعمة التربيه. يا اهلا وسهلا، نورت المحل. تسلم يا سيدي. اول حقيقة انا في لي سؤال، انت عاطي ابنك موفق 120,000 ليرة ليدفعهم لجمعية خيرية؟ اي نعم. ليش عم تسأل؟ وتأكدت انه دفعهم للجمعية؟ والله هو راح يدفعهم للجمعية، بس قال في له رفيق متضايق على مصاري وراح يدفع له اياهم، وهذا اللي صار. الناس لبعضها اخي ابو مازن.
120,000 ابنك عطاه لابني مازن. ايه شو عليه؟ شباب وعم يفكوا دقيقة بعض. إيه بس ابني مازن مو بدقيقة. بعدين اشترى بالمبلغ مكنسة كهربائية للبيت. ايه بعرف. وانا مو قدرت يرجع لك المبلغ، لذلك رح اطلب من ابني يرجع المكنسة ويسترد حقها ويرجع المبلغ لابنك. لا لا ابو مازن، هدول المصاري طلعوا من خاطري. بعدين هدول المصاري مو إلك، هدول المصاري من ابني موفى لابنك مازن، يعني لا انت دخلك ولا انا دخلني. يا عمي انا ما رح اقدر احتفظ بالمكنسة. والله واللي اسمه الله ما بترجع. شو بنا اخي ابو مازن، الناس للناس. يعني مو كتير تعطي ابنك 120,000؟ والله الخير طامرني طمر، وانا ما ببخل على اولادي ولو طلبوا عيوني. ليش مين لنا غيرهم؟ ايه سيدي ابو مازن، شو بتحب تشرب؟ لا لا معلش انا تاخرت على وظيفتي. بس هالحكي ما بيصير يا اخي ابو مازن. معلش يا سيدنا خلينا غير مره، بس انا بعد اذنك رح ارجع المكنسه. السلام عليكم. بده يرجعها يرجعها، نحن اولى. تقبشيني قبش، تقبشيني قبش باحلاكي. اخ اخ على جوازه ثالثي. الو روان، مرحبا حبيبتي، بركيلي اخذت التاشيره. وين انت؟ لازم اشوفك ضروري. يا حزرك وين؟ مزبوط مطعم السر. يلا باي باي. خير يا جماعه، زعلك شيء؟ خلص ضيع 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 ضيع، اتركني. ساعتين فضل عروض، بعد ساعتين فضل عروض، والعروض ما نملاقيها. لك ما نملاقيها؟ لا تقول يا ابو جمال، شو ما لك ملاقيها؟ والله ما بعرف، تقول العروض انشقت وبلعتهم. يا ابو جمال الارض ما بتنفع شيء، انت متاكد انه دورت منيح عليهم؟ لك نكدت المكتب تبعي نكد، صار لي ساعتين عم بدور ما لقيت شيء. كل العروض مفعلين يا ابو جمال؟ لا مو كل العروض، مو كلها، عرضين بس تبع شركه توفيق النحاس وشركه المترا. الباقي موجودين موجودين. طيب انت متاكد انه ما تركت محل اللي دورت فيه؟ لك ما تركت شيء ما دورت فيه يا اخي. شباب ان شاء الله خلينا نروح نساعده بالتوارى امشوا. اوه ما في فائده ما في فائده. شو ابره هن؟ صار فين كل واحد مثل العين مقلوعه؟ شو انا؟ اذا هيك ابو جمال لا تقول انه عرضين بس انفقدوا، قول كل العروض انفقدوا. ليش بقى؟ يا ابو جمال حتى
هاي تموك انك ضيعت اثنين على القصد حتى تفرق البقيه. وليد الضعيف وليد علامتي وين؟ وين ابو جمال؟ وين عدد؟ قوم دور عليهم. قوم لازم تدور منيح يا ابو جمال. ها والله شغله كبيره هي. قوم يا ابو جمال قوم يلا. هاي ناس الله يعينك. يلا انت معك يا ابو جمال. ارجع تعرفوا شباب هلا رح يفوت على اوضته ويقعد ورا مكتبه ويا حزنكم شو رح يقول؟ شو؟ رح يقول شو رح يقول؟ جبتون؟ ايه ماشي. قبل ما تنزلوا لتحت جيبوا اللي عندي. أنا قلت لك واحد واحد؟ قلت لك الثلاثة يا بني آدم! نعم! احترامي سيادة اللواء، أنا العقيد فؤاد كرم. الحمد لله سيدي أنا كثير مشتاق. سيدي قرانا اللي لهلا ما طلع وحسب علمي لساته المكان شاغر. عين العقيد أحمد؟ من امبارح سيدي؟ مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. لا ولو طبعا ليش لا أزعل؟ بالعكس سيدي بالعكس انا والعقيد احمد واحد. المهم يعني الشغل يمشي والمكان يضل شاغر. عادي سيدي شكرا شكرا. اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى. طب كيف هيك؟ المفروض انا اللي تعين. يبدو لهم حساباتهم. شو عليه؟ ادخل. تعالوا سيدي. يلا ادخل. تعالوا سيدي. هاي ثلاثة بتوع سيدي. أخيراً وقعتوا؟ قلولي أشوف كم محل صرتوا سارعين وكم بيت وكم سيارة. طلع مشي طلع مشي طلع فيها طلع فيني. مين فيكم عمر زازا؟ أنا سيدي. أنت؟ أنت رئيس العصابة؟ وهذول اثنين التيران بيشتغلوا عندك؟ نزلهم لتحت اثنين خليلي هاد. حاضر سيدي. حاضر. يلا تحرك. إلي يا عمر. غير هذول اثنين التيران اللي مسكناهم معك. كم واحد غيرهم بتشغل؟ ثلاثة بس سيدي. كان لازم نفكر له بشغلة أكبر من هيك بكتير. يا فهيم يا فهيم، نحن ما بدنا نحبسه، نحن بدنا نزيحه من محله. وقت ما بنزاح ساعتها بجيب لك أجله. إيه لا لا لا، شو ما ينزاح يا سيدي رح يتشرشح ويصير مسخرة بالمؤسسة. هذا إذا ما سرحوه. لك من تمك لباب السماء. لك يا ترى بيكون خبر المدير العام يا سيد ناصر؟ أو خليني أقول لك معلش يا أخي أبو جمال، يعني طالما العروض كلياتها باستلامك وبدرج مكتبك ما معقول ينفقدوا عرضين إلا ما يكون فعل فاعل. يعني أكيد في حدا فات على مكتبك وأخذ العرضين هدوم. طبعا هو قصد الشيء. أكيد أكيد أستاذ، وإلا وين بده يروحوا؟ طيب في حدا له مصلحة إنه ما تدخل شركة البترا أو شركة توفيق نحاس بهالمناقصة؟
أنا عند حد علمي لا لا. طيب في حدا له مصلحة إنه يأذيك بالمؤسسة؟ أكيد لا يا أستاذ أكيد لا. بس أنا بقول إيه، أكيد في حدا له مصلحة يضرك شخصيا، لأنه ما معقول بس يخفي العرضين، أكيد بده يأذيك. أعوذ بالله يا أستاذ، يأذيني إلي؟ طبعا بده يأذيك. أستاذ كان أخذ كل العروض كلها. يا أبو جمال يا أبو جمال، عرض واحد ينفقد كافي لأنه يأذيك. يا أبو جمال أنا صار لي بهالمؤسسة مدير عام 3 سنين بس، أنت صار لك موظف 20 سنة، 20 سنة ما نسار حواليك أي إشكال أو تساؤل. الله يكرمك يا أستاذ الله يكرمك. بس هذا الشيء ممكن يزعج البعض، الحسد والغيرة من طبيعة البني آدم يا أبو جمال، مشان هيك أنا ما راح أعقبك، لأني مدرك تماما أنه في حدا راد يوقعك بالمطب، بس بدي إياك تفتح عينك منيح وتعرف لي إذا في لك أعداء بالمؤسسة، يعني باعتبارك رئيس لجنة مبايعة والأمور بإيدك، إلا ما يكون في حدا ما عم تمشي له أموره أو مختلف أنت وياه. يعني يا جمال هلأ أنت ليش هيك أخذ الأمور حملين؟ بس طب تتحلحل أمورك وأمورنا. أخي أنا أموري ما بديها تتحلحل، ما بديها تتحلحل، خلاص أنا عايش بدي تماهيني، فهم علي بقى، اتركني أخي أخي اتركني اتركني. لا يا جمال لك أنت شحات أكثر مني. أخي أنا فقير. إيه فقير اسمعني شحات. ليش أخذ فقير بصير شحات؟ أوكي يا أبو جمال ليش نحن مين عم نسوي؟ لا الشعب ولا الحكومة، كل شيء بدنا اياه المشروع بده يرسى على 1 من 5، ونحن بدنا هالواحد يكون اكرم ياسين. هلا انت شو فارق معك زلمه شوي بالعقود؟ طالما المشروع راح ينبنى وراح ينبنى. اخي رح اقول لك شو بتفرق معي مشان تحطها بعقلك. في فرق بين انه واحد ياخذ المتر ب 1200 ليره وفي عروض مقدمه ب 1600 واكثر كمان. هلا هذا الفرق مو سرقه للحكومه؟ هلا وقفت ميزانيه الحكومه على 400 ليره بالمتر يا ابو جمال. اوكي يا ابو جمال انت بتعرف قديش بيطلع لنا؟ قديش بيطلع لك انت بالذات؟ بيطلع لك اكثر مني ب3 مرات على قليل. اخي انا ما بدي. لا هذا اخر كلام عنده. وشو انت جاي تهددني يعني؟ يا عمي ابو جمال الله يسامحك. لا انا عم هددك الله يسامحك، بس انا كل بدي اياه انك ما تعطي اصابعك ندم. مبلغ مثل هيك يرفعك لفوق لفوق كثير. اخي اكثر من هيك انا ما بدي ارتفع. مره ثانيه بتجيب هالسيره، شايف التليفون؟ برفع السماعه وبحكي، وبتعرف ما راح احكي للمدير العام، بحكي للشرطه. استاذ لا انا ما بدي اظلم حدا، ما بدي اظلم حدا، بس كاني حسيت انك عم تفكر بحدا محدد. هو صح انا كنت عم فكر، بس يعني دورت ما لقيت حدا ممكن ياذيني لهالدرجه. معناته من هلا وطالع بدك تدير بالك على اللي بفوت لعندك على المكتب واللي بيطلع، واياك تخلي باب مكتبك مفتوح، واذا بتغير الغال بيكون احسن. ايه هو هيك، هو هيك بغير الغال استاذ. وانا راح اتصل بشركه البتراء وتوفيق نحاس، خليهم يبعثوا لنا عروض بدل اللي انفتح. هي كتر خيرك، انا ممنونه كثير استاذ. بامكانك تروح. شكرا. هان اعطيني شركه توفيق نحاس. روعه يا روعه. روعة.
يا ترى بيت مين هاد؟ شو عم تعمل جوا؟ يعني بفهم منك انه المدير العام ما قال لك كلمه لا هيك ولا هيك؟ لك شو بده يحكي معي؟ اذا كان متاكد انه في ابن حلال فات على مكتبي وسرق العرضين، شو بده يحكي؟ لا وبتعرفوا امتى فات هالابن الحلال على مكتبي؟ يا ابو جمال امتى؟ يوم كنت انت متخانق انت وشاكر افندي وبعدتوا وراي مشان صالحكم. شو هالحكي هذا؟ اي نعم سيدي. لا انا بالعادة يعني ما بطلع من المكتب حتى لو بدي روح على الحمام الا اكون قافل المكتب بالمفتاح. هالمرة سبحان الله مدري كيف سعيد. يعني يا ابو جمال بفهم منك انه الحرامي كان مستنيك تطلع من المكتب ليفوت. اي 100% اكيد سيدي. منيح ان المدير العام ترقف بحالك. ليش حدا بيترقف بحالي؟ أنا ماضي بيشفع لي عنده. الماضي؟ الماضي بيشفع لي. إيه أنا ماضي مثل اللبن الصافي حبيبي وبيشفع لي الحمد لله رب العالمين. خبرة وسنين مو مثل بعض جماعات إذا بيصح لهم ينهبوا المؤسسة كلها حتى ببنايات أو بحجارة ما بيقصروا. حاجتك عادم جمال. إيه قصدك بالجماعة؟ ليس مهم. لا بقى حدا يحلم منكم انتو الثلاثة او حتى غيركم من موظفين هالمؤسسة يفوت على مكتبي مرة تانية بدون ما فتشوا تفتيش دقيق. عن اذنكم مع السلامة. بالمناسبة حدا منكم بيعرف لي وكالة سيارات بتبيع بالتقسيط؟ ولمين السيارة؟ لجنابي. اسمعوا هالحكي اسمعوا بجمال. انت بدك تشتري سيارة؟ ايه انا بدي اشتري سيارة. ليش شو ناقصني انا؟ انتو في حدا منكم ما عنده سيارة؟ انتو ثلاثة؟ ما حدا؟ مع اني انا اقدم منكم الوظيفة وراتبي اعلى من رواتبكم ومع هيك ما عندي سيارة. وكل واحد تحت منه سيارة هلا بدي اقدم ما شاء الله. ولا حدا منكم رب حاله شي ورقة يا نصيب مثلا او هابجته من شي ورتي هبجه مرتبه. ابو جمال مالك ملاحظ انك عم تضربنا بحجارك؟ لسا بدي فشكن فج انا. عم نضحك وكن الله. اخي انا بصراحه يعني عندي قدره ادفع دفعه اولى 400-500 ألف ليره مو اكثر. ابو جمال يعني انت السياره اللي بدك تشتريها قديش مفكر يكون حقها؟ يعني بحدود 700-800 ألف. طيب لنفرض بقي من حقها 300 ألف. ايوه وسطوا لك اياهم على سنه. انت قدرت تدفع كل شهر 25 ألف؟ انا قدر فين؟ بده يشلل لي الراتب. اخي انا بدي وكاله سيارات تبيع بالتقسيط، يعني تقسيط 3 سنين أو 4 سنين مو سنه. الله يرضى عليك. ابو جمال وكالتك عندي. بربك ما تحكي جد؟ اي أيوة والله، لانه صاحب الوكاله ابن عمي. ابن عمي؟ ايه. اذا عملتها هي بيكون فضح على راسي والله ليوم الدين. ولو يا ابو جمال اوكي نحن بدنا خدمه تحريز. الله يرضى عليك. اخي فينا نروح اليوم على الوكاله بعد نهايه الدوام؟ طبعا
وسيارتي بخدمتك من اليوم لأشتري لك السيارة. اليوم؟ اليوم؟ لا اليوم عن جد عم بحكي. حكي على راسي. على راسي. إذا بدكم تفتشوني بالمقطع من المكتب فتشوني. مع السلامة. مع السلامة. وبدك تخدمه كمان؟ ولك شو بيفهمكم انتو اثنين؟ هذا بسموه تكتيك. ايه لا هاي بدها شرح صار. طالما خطة أبو زكي ما نجحت وطالما المدير العام محتضنه لهالدرجة خلونا نكون شوي ملاح معه. ايه ولا امتى؟ لبين ما نلاقي له تصريفي لا يفيدوا فيها لا المدير العام ولا الوزير. شبك يا حايصة ولايصة ما تبقي هالبحثة اللي بأمك بقى بصراحة خايفة منك. اه لا هي كبيرة تخافي مني ليش مين الكبير انا ولا انتي اماني نحن اخوات ما لك نطفتي لي قلبي احكي بقى عادي دياك تروحي معي مشوار بالله هلا كل هالعراضة مش هروح معك مشوار لك مشوار غير شكل كيف يعني مشوار غير شكل يعني بتروحي معي بترجعي معي لا حدا بيعرف وين رحنا ولا منين اجينا الك رفيق صح له يا ملعونه لك لا انت الثانيه مو رفيق رفيق بس يعني لساتنا عم نتعرف على بعض ومستحي روح لحالي بعرفه شيء لا طيب شو بيشتغل عنده محل كنادر نسائيه وشناتي معناته لازم اعرفه يمكن شايفتي ما بعرف ورايحة لعنده على المحل ولا هلأ هو عزمني أكتر من مرة على الغدا بس أنا ما رضيت يعني ما عم تشوفيه إلا بالمحل أماني كتير جاي عبالي أقبل عزومته على الغدا بس إذا بتروحي معي أنا اللي بروح مثل ما اتفقنا الأحياء ما يعوني لا يا نادية لا لا هذا الموضوع ما عاد ينسكت عليه بنوب وهذا الأزعر لازم يلتقني بده يوقفوا عند حده يخرب بيته لعمى لك بده يخطفك أحسن شي يقول لبابا ما لا لا ما خرج نقول لبابا بنوب شو بدنا نساوي اسمعي أحسن شي نحكي لعمه وائل ايه يعني عمه وائل دكتور ورايق وهادي ممكن يتفاهم مع الشاب يعني بيحكي معه كلمتين بالعظم بس برواء بدون ما تكبر القصة لأنه بيني وبينك بابا إذا دري بده يكبرها ما في مجال والله بخاف يقتله لك لا أنت التانية شو يقتله هلأ بابا عصبي مزبوط بس مو لدرجة أنه يقتله بعدين خانوم هذا الشاب اللي حذرك من عندنا من الحارة أكيد لا لأنه هي أول مرة بشوفه فيها أيوة بس شو مؤدب وكربوجة وصال يعني هلأ أول ما يجي عمو بدنا نحكي له نعم نحكي له لعمه أول ما يجي بس بيننا وبينه لأنه أنا ضد عقلي هيك بني آدمي ونصيحة إذا ضايقك مرة تانية خبري الشرطة أنا آسف إني نزعت لك صباح خاطر نزار شو بنت طيرت لي عقلي نعم انا دزيتك على البنت لتحذرها ولا لتعجب فيها ليش الحب بايدك يا فهيم الحب بيجي هيك بلحظه انت مانك حاسس فيها ولا بتقدر تتخيلها ايه شو هالحكي حب 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 ايه حب هيك بيجي مثل البرق
يعني بس أنا حاسسها صغيرة عليك. أنا شايفها صغيرة علي، بس إن شاء الله هي ما تكون شايفتني كبير عليها. طيب يعني شلون هي صارت معك؟ يعني حب من أول نظرة؟ قصدك أول لقاء؟ إذا بقول لك ما بتصدق، أول ما شفتها برق حبها بقلبي برق. إيه بس البرق بيبرق وبيختفي. لا، هذا البرق لسه ما اختفى وما رح يختفي، هيك إحساسي عم بيقول لي، لأنه البرق لما يبرق هون صعب كتير يختفي. اوعى طارق، والله إذا مازن بيدرى إنه في حدا عم بيطلع فيها تطليحة بدق بخوانيقه. أنت ما قلت لي إنه ما بتحبه ما بتطيقه؟ إيه بس هو بيحبها. وحياتك يا نزار، إذا حسيت إنه هي البنت بتحبني ساعتها لا بيفرق معي مازن ولا ألف واحد مثل حكايته. ايوه يا حبيبي يا غسل عين، ما شاء الله شو سيارات كلهم تحت امرك، نقي السيارة اللي بتعجبك. الله يخليك يا رب، بس يعني استاذ حامد هاي سيارات مسؤولين هون. يا انت مسؤول كمان، انت رئيس مجلس اداره الدنيا. شرف شرف تفضل يا جمال. شرف تفضل. شو هي السيارة هاي؟ طيب ليه انت ما طاش بجمعت مجرد بس تطلع شوي. كيف انت مرافقة هاي؟ هون بعدين بتذكرهم بعدين. هاي 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 بس نقي. شو بدك؟ بس اللي بدك اياه. ايه هاي منيحه منيحه. هاي قديش حقها هاي؟ 800,000 تقسيط مو تقسيط. أنا بصراحة يا حبيبتي روعة ما رح غيب أكثر من 3 سنين، بكفوا لحتى أدبر حالي. بس مو على حساب صحتك، يعني لا تجهد حالك، أنا ما رح كون معك. شلون ما رح تكوني معي؟ أنت مزروعة هون جواتي. هلأ عم بحكي جد، لازم تعتني بصحتك لحتى تقدر تستمر. أول شيء أنا رح رجع لك المصاري، تاني شيء أنا كل شهر رح أبعت لأخي أبو جمال مبلغ بسيط مساعدة. وهيك رح تقدر توفر منيح؟ طالما السكن والمواصلات على حساب المستشفى، ما بقي شيء غير الأكل واللبس. انت دكتور لازم يكون مظهرك لائق. لا روى، انا من هنيك ما رح اشتري تياب ابدا، رح اخذ معي من هون كل تيابي، يمكن قميص واحد ما رح اشتري من دبي كمان. يعني لا تحرم حالك، بيقولوا دبي حلوه، يعني فيه الواحد يرفه شوي عن حاله. بالمعقول روى، هاي فرصتي، فرصتي الوحيده لحتى اطور نفسي وحسن اموري، بعدين انا رايح اشتغل مو رايح سياحه. امتى السفر؟ السبت ان شاء الله. هذا السبت؟ ايه السبت صحيح. اسمعي شو كتبت بعد ما اخذت تأشيرة خروج مباشرة. هات لشوف، صار لي زمان ما سمعت اشعارك. لي الدنيا ابوابها فتحت، وقالت تقدم فالقيود رفعت، دخلت بقدمي اليمنى إليها فأدركتني اليسرى، وقال قلبي تلفت فإذا بروعتي مثلي تتلفت، أدركت عندها أنك الدنيا وأن الدنيا من غير عينيك
تتفتت. الله، طيب هلا شو تركت لي لكان كلام حلو احكي؟ لا هلا مو وقت الكلام، هلا صار وقت الاكل. مت. اهلا اهلا بالغالي ابو مازن. اهلا اهلا سياده العقيد. ولو هلا انا سياده العقيد بالنسبه لك. لاني في مكتبك. يعني اسم مكتبي؟ اهلا وسهلا فيك. يعني انا هلا لما بيجي لعندك على المكتب بقول لك سياده المدير العام مثلا؟ المهم هلا طمني على صحتك. صحتي انا منه. الصحه العامه. العامه والحمد لله بألف خير. والخاصه؟ بكره الصبح بدي امر على المخبر وحلل. يعني ما في تحسن؟ لا والله يا ابو مازن ما في اي تحسن. يعني اخر مره حللت كانت اعداد لساته زيرو. والادويه اللي عم تاخذها؟ على حطت ايدك ما في شيء. الله كريم يا فؤاد، الله كريم. نصحوني بطبيب اعشاب بيعالج حالات هيك مثل حالتي. عم فكر اخذ له التحاليل وشوف الله شو بيسر. ما بعرف ليش متفائل باني رح اشوف على ايدك ولد عن قريب. مو لاني حلمت بانه جاك توم، بس لانك بتستاهل الله يرزقك ولد. عن جد ابو مازن؟ عن جد شفت منامك؟ وعلى ايدك صبي وبنت سبحان الذي خلقهم بيطيروا العقل. يا رب يا رب. من تمك لباب السماء يا ابو مازن. وانت طمني عنك شو اخبارك؟ انا طبعا من عندك للصيدليه مشان اخذ ابره. هذا اللي ماشي الأيام. بعدين بصراحة هي رغبة بابا مو رغبتي أنا. يا الله شو حلو. يا والله صغير عليك يا جمانة. وانت بدك تدير المحلين؟ هو بابا بده يشتري المحل اللي بلزة محلي، هيك بيصيروا المحلين جنب بعض. بس هذا ما في إرهاق عليك؟ اي وين الإرهاق؟ إذا طوال الوقت قاعد ورا الطاولة. إيش القعدة ورا الطاولة قليلة؟ أبوكي ما وجعت وركبت وقلة من ورا القعدة ورا المكتب. يا مين؟ عندك أخ توأم؟ وليش بدك يكون له أخ توأم؟ هلا أنا بدي يكون له أخ توأم، بس يعني هيك كأنه شي مرة هيك شايفة واحد بيشبهه. أنا وحيد على 6 بنات وكلهم متجوزين. يعني أنت آخر العنقود؟ بالمناسبة اليوم اجتني بضاعة جديدة، بقى يا ريت تمرقوا لعندي على المحل وتشوفوها. موديلات حديثة؟ أحدث موديلات نزلت على السوق السنة. يمكن صار لازم نمشي. هلا قعدنا لسه ما شربتوا شيء؟ معلش مستعجلين. طيب أنت رح أشوفك. حكيك على التليفون، يلا أمان. طيب أنا بوصلكم جمانة. لا شو توصلنا ما توصلنا. لك شبكي ما تقومي. مع السلامة.